أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد دعاء خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية الطواف وعند نهايته؟ وما هي كيفية البدء بالطواف والنهاية منه؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصص للطواف، وإنما الطائف يدعو بما تيسر له، أو يذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير، أو يتلو القرآن. فالأمر موسع ولله الحمد، ما فيها أدعية خاصة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف إلا أنه عند استلام الحجر يقول الله أكبر، يقول بسم الله والله أكبر، وعند ما يأتي بين الركن اليماني والحجر الأسود روي عنه أنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الشوط فيدعو بما تيسر. نعم.